وضعت اللجنة الدائمة المكلفة بتنظيم الحج والعمرة يوم 15 يوليو 2018 كيوم آخر لاستلام جوازات المترشحين لحج بيت الله الحرام من قبل الوكالات المعتمدة لديها، لكن ونسبة لمطالب السلطات السعودية الخاصة بأخذ البصمات لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام قبل إصدار التأشيرات لهم، فقد قامت اللجنة بتأجيل هذه المدة لخمس أيام إضافية. لذلك أعزائي المشاهدين يدور موضوع الحلقة حول هذا الجانب. الحصص أو النسب التي وزعتها اللجنة الدائمة المكلفة بتنظيم الحج والعمرة بين الوكالات المعتمدة لديها فيما يتعلق باستلام جوازات المترشحين لحج هذا العام ومن ثم تقديمها لدى اللجنة بنهاية الفترة المحددة. لقد تمكنت هذه الوكالات حتى اللحظة من الوفاء بتأهداتها، كما طالبت أيضا بنسب إضافية. نحن مع اللجنة العليا للحج متفقين وماشيين على قدم وساق لإكمال هذا الحج 2018، فنشكر رئيس اللجنة أدانا ثقة وأدانا 600 حاج، وقدرنا وفقنا والله وفقنا قدرنا الناس 600 قدرنا كل اخترنا جوازاتهم ودفعنا قروشهم، وهسه حاليا ده دورنا حد الزيادة بعد ما أمس اجتمعنا معايا قال لنا خلاص أنا نقدر ننطوك خمسة أيام عشان في ناس آخرين جايين كلها يقدروا يلقوا أخوانهم يحجوا معهم. وفي بالنسبة للبصمات الحمد لله أول كنا شيء مبرجلين، لكن أمس من أمس لقينا حل. كل الوكالات المعتمدة عند اللجنة لمينا في اجتماع وقررنا قلنا أي وكالة ما تودي زباينها بصفة عشوائية في المكان، أي وكالة عندها كوتا حقها مخصص وبنطوها ريسي وبالريسي دي تنطي زباينها يمشي مكان عشان ما يسببوا مشاكل في الوزن، بس الحمد لله ماشيين كويس. يعني كان العدد يعني الفترة دي يوم 15/7 كان الكثير، لكن الحمد لله تمينا منا 176 منا الديبوزي خلاص بيرسلهم قروشهم وديبوزي الباسبورات، فالحمد لله زادوا لنا تاني 5 يوم آخر جزكا لبا، ف يعني باقي لنا 24 24 برضو خلاص يعني شبه خلاص ديبوزي الأوبي إن شاء الله نرتري الأوبي اليوم ونمشي نبرسله، وقدمنا تاني 50 دارين زيادة إن شاء الله. الحمد لله البصمات يعني كانوا عانوا فوق في البداية مشاكل، لكن أمس الحمد لله يعني تاني رينيو يعني مع أمير الحج وأنتر ليزاجانس كله تاني رينيو وخلاص فرضوا لنا إن شاء الله قسمنا الكوتا، فكل يعني كل أجانس عنده يوميا عدد محدد كده، فإن شاء الله يقدم بر نمرو يعني كل يوم يقسمون نمرو للتيكي ويردوا للكليان ويمشي يقسم يرجع. الحمد لله يعني اللجنة الدائمة للحج سنة 2018 أدنا نسبة بالنسبة للحجاج تقريبا عدد يعني 800، هذه العدد 800 يعني لنا بفضل الله سبحانه وتعالى يعني من يوم السبت العدد 800 عندنا جاهزة، وبسبب يعني البصمات الذي يعني خرتها السفارة السعودية لكل حجاج يبصم قبل ما يحصل التأشيرة، ده الأخرنا شوية ما قدرنا ودينا العدد البقية حتى الناس كله يكونوا يتبسموا قبل ما نوصل الجوازات عند اللجنة الحج. لأجل هذا إن شاء الله اليوم السبع نخلص بهذه 800، وطلبنا من أمس بعد الاجتماع اللي لقينا مع لجنة الحج طلبنا منهم 300 زيادة، وهذه 300 يعني أدونا فرصة وقالوا لنا من هنا إلى يوم 20 إن شاء الله هذه 300 كمان نوصلوا لهم. بهذه الكيفية إن شاء الله تمت اللقاء مع اللجنة وقال لنا عدونا مهلة إلى يوم 20. وبالنسبة للبصمات حتى يعني من الوكالات العشرة اجتمعنا ويعني شاورنا كثير، وبعد ده فصلنا عنا البصمات يكون دائما كل الوكالات العشرة عندهم نسبة على حسب الكوتا اللي عند أي واحد يكون عنده نسبة عدد يوديهم في يعني مقر البصمات عشان ياخذوا بصماتهم، وبالتوقيت التوقيت الأولى يكون من 8 صباحا إلى 12، والتوقيت الثاني من 1 الظهر إلى 5 مساء، والتوقيت الثالث من 5 مساء إلى ما شاء الله يعني هم إلى 8. هذه يعني شيء الدنيا قال يسووا، والعدد اللي
يبسموا يوميا يعني 500 بهذه الكيفية. والعدد البسم الآن يعني فوق 1300 بدون حق اليوم، وإن شاء الله بهذه الكيفية يستمر كل 3-4 أيام وكل شيء أمور تنتهي. وفي غضون ذلك فقد قامت اللجنة من تقديم أكثر من 2700 جواز لدى السفارة السعودية، ذلك بعد الانتهاء من الإجراءات الإلكترونية عليها، غير أن اللجنة ونسبة للإجراءات الجديدة التي تطالب بها السعودية بأخذ بصمات الحجاج قبل إصدار التعشيرات لهم، فإن اللجنة قد قامت بتمديد هذه الفترة. بسم الله الرحمن الرحيم، زي ما كلمنا التاريخ كان نحن قتينا نحن ما بدينا اليوم، نحن بدينا الحج من ما رئيس الجمهورية خطانا في رأسنا البيزا في شهر 2، سوينا برنامج وبلاغ قلنا كل واحد كل شخص عايز يمشي الحج خليه جايز بنسبة الأوراق. في شهر 3/16 كان فتانا الحج، قلنا من شهر 3/16/2018 الحج مفتوح، بلغنا من يوم ده قلنا كل الناس اللي عايزين يمشوا الحج خليه يجيبوا أوراقهم. من يوم ده لقد اليوم عندنا 4 شهور، انت لما ما جئت في 4 شهور ما تقدر تجايز في 3 يوم ولا 4 يوم. وحس لهين نهنا شفنا حاجة صحيح، التاريخ كان قلنا يوم 15/7، لكن يوم الأحد سوينا اجتماع هنا مع الأجنس دي فياج، قلنا يسووا لنا سيتياسيون هنا باسبور عندهم لسه ناتانت وما رسولوا لنا. قبل كده أسبوع الفاتت كان مشينا للسفارة المملكة العربية السعودية وناقشنا معهم نشوف كيف الباسبور لما جايز نجيبه لهم وكيف في وقت قصير هم يسووا لنا الفيزا، وهم أدونا برنامج انفورماسيون كان نحن ما داريان، قالوا كل الحجاج لازم يبسموا قبل ما يأتوا الباسبور فيزا. هذا خبر هذا كان نحن ما عندنا، رفضنا كتبنا ولسه ما لقينا رد، لكن هو شغل اوبليغاتوار يعني ما لنا هنا تشاد وهيدا لكل البلدان اللي كان يودوا حجاج. هذا النظام كان المملكة العربية السعودية هو كان خطه، ده سبب اللي يكون نحن ما نقدر نقوله بهني لما كل الباسبورات نحن ديجا ناس الوكالة خلاص عندنا في محلنا قبل ما هذا النظام السعوديين بخطه. وبعد كده لازم نحن نبلغ للأجانس دي فواياج لأن بالنظام الجديد ده كل الناس حتى اللي عندنا باسبورهم في بكنا وحتى الجداد كل 4000 حجاج لازم يبسموا قبل ما الفيزا بتام يكون جاهز. ده سبب الخلا التأخير بيجي عشان بدون البسمين ما فيش فيزا. وفكرنا لو كسوينا سيتياسيون مع الوكالات، فيها وكالات لسه في محل اللي هو كوتا، من الكوتا لسه باسبور بعد من الباسبور جابهم لنا ولسه في مكتبهم عندهم بعد منهم عندهم 50 بعد منهم عندهم 100 بعد منهم عندهم 200. لما نقفل يوم 15 يونيو ما ممكن هذا الحجاج الباسبور جاهزين يكونوا معنا في الحج. والكوتا لسه صحيح ما تم، لكن لو كان كوتا ما تم كل ما تمشي خارج من المنظمة. عشان ده لمينا يوم الأحد لمينا كل الوكالة زدنا لهم 5 أيام، هم ذات أكدوا لأن في 5 أيام ده بقدروا بخلصوا مع الباسبور الهسة باقي في مكانهم، وبعد من الحجاج لسه الباسبور قاعدين في بوليس، ويوم السبت أحد البوليس ما يشتغل. ونحن كان قلنا يقيف يوم الأحد 15، وده ما نكون دليلنا الناس دولنا، عشان كده قلنا نزود لهم 5 أيام. هم ذاته قالوا في 5 أيام ده كل شيء يكون مستمر، زدنا لهم 5 أيام عشان الناس اللي لسه باسبورهم قاعد في بوليس يقدر ياخدهم اليوم ولا بكرة. إن شاء الله في 5 أيام يوم 20 فقط بطن ما فيش دقيقة نزود في هذا المعيد كل الناس، عشان كان ما كان لسه نزود ونمشوا ما نقدر ننظم حتى في هنا في ترانسبور في بالنسبة للرحلات ولا حتى هناك في بالنسبة للسكن ما ينفع تشيل القرص. أنا ناس كان ما تقدر تسكنهم هناك حتى في الخيمات ولا في حاجات اللي كان الحج كان يضفي عليهم. عموما أن العمليات المتعلقة بحج هذا العام تسير بصورة جيدة وبحسب الخطة التي وضعت لها. لك والملك لا شريك لك.
إذن أعزائي المشاهدين، هذه هي آخر المستجدات المتعلقة بحج هذا العام، وحتى نلقاكم في حلقة قادمة نتمنى لكم متابعة سعيدة لبقية برامج تلفزيون جاد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وشكرا. لبيك الله.